لشو البكاء؟ ولا شي، بس هيك بنتي أنا بعرف شو مخبى ورا كل هالدموع. على القليلة أنا كبير وبقدر إني أفهم كل هالشي. هاد بابا هو لأني ما عم أقدر آكل، وإنت طلبت مني آكل وأنا ما فيني، أرفض من شانك أي طلب. وأنا استغليت هالشغلة من شان طعميكي. ما اسمه هيك، هذا اسمه حب مو اسمه استغلال. ما في حدا بيقدر يرفض هيك طلب من واحد بيحبه لهالدرجة، خاصة إذا كانت بنت مثلي. بنتي شو قصدك من هذا الحكي؟ قصدي من أنا وصغيرة تربيت يتيمة ببيت قرايبيني، عشت مع عمتي يلي كانت دائماً تضربني بلا أي سبب، وزوجها يلي بحياته ما كان شايفني أبداً، ما حدا بحياته حبني. طول عمري وأنا عايشة من دون ما حدا يحبني، وفجأة اليوم أنت قلت لي أني لازم آكل من شانك انت. هذا الشيء اللي خلى عيوني تدمع. انت عم تحكي عني بالطريقه يلي كان ابي حاكيني فيها. لا ما حدا يا بنتي، لا تقولي انه انا مثل ابوك يا بنتي. يمكن هلا القدر جمعنا لحتى اكون بمقام ابوك فعلا. بدي اياكي تعرفي هالشي منيح.